بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه الفرص الضائعه والحقائق المؤكده والاوضاع المتفائله ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس اهلا بكم اعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين حلقه النهارده من ملك وكتابه بتحمل الرقم 904 يبدأها المهندس عدلي بالنظرة المتفائلة ربما بعد تعادل المنتخب شوف هي اسوأ احسن نتيجة يعني احنا من كتر الفرص الضائعة في الشوط الثاني تحديدا طب تسمح لي انا التعبير ده بسمعه كتير آه. ويعمل لخفنة اسوأ احسن آه. هي اقل النتائج الكويسة لا هو اقل النتائج الجيدة لا اسوأ احسن ليه؟ أ... او هي, هي اه انت انت شرحتها ايوه أقل ليه؟ اقل النتائج الكويسه ليه؟ لان انت حافظت على المسافه اللي بينك وبين غينيا ولكن قربت المسافه اللي بينك وبين بوركينا أه. الا اذا تعادلت بوركينا النهارده او او خسر ايوه فمن ناحيه يعني اكدت على ابتعادك عن فريق بيلعب على ارضه وبين جمهوره وفي مناخه وانه برضه ماتش خارج ارضك يحسب لكن من ضمن الفرص ده انك تضيع شوط كامل دون ان تسعى الى الفوز الذي افصح الشوط الثاني انه كان بمقدورك بسهوله انت الشوط الثاني جبت جون وضيعت أربعة خمسة ولعبت كورة جميلة ولو كنت لعبت كرة أكثر جماعية وأكثر سرعة كنت خلصت الماتش بسهولة يعني لكن دايما داخلنا قناعه واحنا مغلوبين وندرك التعادل كويس قوي كتاخير الدنيا يعني فالنهاردة انا مبسوط كمان ان صلاح في الوقت اللي يعني ضيع فرصتين سهلين آه راح جايب جون صعب جدا ما جيبوش الا آه محمد صلاح آه قفل وش رجله تيجي بسلو موشن شوف كان رجله تقفل ازاي عشان روح في البعيده دي ده محمد صلاح دي المهارة دي المهارة الاستثنائيه وتحرك كثيرا وصنع يعني كان له وجود في الشوط الثاني كما نتمنى ان يكون معنا محمد صلاح. ايوه الماتش الشوط الثاني لا هو دي دي مصر. ايوه وكانوا خايفين جدا. م. يعني هم يلعبوا زون ديفنس ويعملوا قوس دفاعي بكل الفريق في اخر ربع ساعه الوقت المحتسب بدل من ضائع ده هم يعني عايزين يطلعوا النتيجة كده. ايوه حتى ما حاولوش يعملوا هجمه مرتده ايوه فانا بعتبرها يعني كويس ان احنا ادركنا التعادل اها لاننا تلقينا هدف ملوش لازمه لكن بيني وبينك كان ممكن نكسب المباراه طيب النتيجه دي تعمل لنا ايه تعمل لنا اللي انا قلته تحافظ على المسافه اللي بيننا وبين الليالينا وتقربنا مش اللي بالينا قوي يعني هو يعني احنا بيننا بين بوركينا فاسو دلوقتي اذا كسبت هيبقى بيننا وبينهم بنتين دلوقتي احنا 10 10 نقاط من اربع مباريات أوه. غينيا بيساوي 6 6 آه, آه نقاط من اربع مباريات برضه فضل الفارق اربع بنت ليهم زي ما انت وبوركينا 6 وبوركينا اربع نقاط من ثلاث ماتشات من ثلاث ماتشات آه. لو كسب هيبقى سبعة هيبقى <applause> بينك وبينهم كام هو ماتشهم الساعه 10 لو لو كسب هيبقى سبعة اه هيبقى بينك وبينهم ثلاثة بين وبين ثلاثة ثلاثة نقط ثلاثة بنت ايوه فانت المسافات ما زالت في حوزتك طبعا في حوزتك طبعا وخلصت من ماتش من ماتشات الرزله بره ارضك ولكن ما زال هناك مباراه هتبقى مهمه جدا طول ما المسافه اللي بينك وبين بوركينا 3 بونت هيبقى المباراه اللي هناك مخيفه ده علينا وعليك بخير الماتشات الجايه بقى في ابتداء من مارس 2025 يعني هنقفل التصفيات دي يعني السنه يعني خلصنا كده على... السنه دي خلصت خالص نبدأ في مارس 2025 يعني كمان يعني تغيب ده اخر مباراه ايوه ماشي والنهارده نتمنى يعني النتيجه اي نتيجه غير فوز آه بوركينا يبقى أيوه. كويس قوي أيوه. دي حاجه المنتخب يحيرك ما انتش عارف هو تقيل م. ولا خفيف م. يعني هو خفيف لما تلعب الكره بتاعه الشوط الاول طب هل ممكن تقيل يكون؟ لما تلعب الكرة بتاعت الشوط الثاني هل ممكن يكون يعني الجو بقى احسن شويه الحر في الشوط الاولاني كان واضح ان اللعيبه متاثره الشوط الثاني الظروف بقت احسن نسبيا ممكن انا ما اقدرش اقول لك لان انا مش موجود الرطوبه <applause> عاليه الحراره آه الـ 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 إدراك ان المباراه دي مباراه يعني مفتاحيه <applause> يعني مفتاح لحاجات كتير وحماس صاحب الارض برضه في البدايه بتبان واعتقد ان الجون اللي دخل فينا حررنا اه من كل الكلام ده آه. ما عايزين نكسب بقى ايوه فلعبت كورتك اللي تؤدي الى هذا وكان ينبغي ان تفوز يعني هم حتى في الشوط الاول ما بدأوش يروحوا عليك الا في ال10 دقايق وربع ساعه الاخيره اللي هم سجلوا فيها قبل منها انت رايح كتير انت رايح كتير وهم خايفين اه لغايه حتى ما مصطفى محمد اتعور وخرج معظم الهجمات لصالحك انت المرتده هي اللي لازم من الناحيه الفنيه بقى يبتدي الجهاز الفني أوه. يدرس المرحله اللي فاتت ويدرس التشكيل ويدرس برضو اذا كان عندك سنه بقى هتفرز لك نجوم جدد ولا لا بالتأكيد اه فحتى لو في ماتشات وديه لازم هتتلعب بفلسفه ثانيه اللي هي فرص مزيد من الفرص للعناصر الجديده ايوه وبالطرق اللي انت عايز تلعب بيها بقى اللي انت ترى انك انت يعني ما اسعفكش الوقت انك تلقنها للفريق ايوه انما الجميل في الفتره اللي فاتت ان لا ساعه الجد الجمهور المصري خلف منتخبه تماما يعني ما كانش فيه فصل ولا حسابات ولا صوت يعلو عن صوت المنتخب الحقيقي الفتره اللي فاتت